حديث مهم، ده خطير، لنستمع. سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألته ألا يعني يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بمجاعة، فأعطانيها. إذا الأمة لن تهلك بمجاعة. ليه؟ أبدا. لا، ليه؟ لأن الإسلام لم يطبق قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني أموال يعني أغنياء الأمة الإسلامية تكفي الأمة؟ الله أكبر. فعلا؟ سنة 87 ست دول إسلامية من منتجي البترول لو أخرجوا زكاة الركاز وهي 20% من قيمة ما تدره آبار البترول، كانت سنة 87 1987 يعني من كم سنة؟ 20 سنة، من ما يقرب من 20 سنة، كان 60 مليار دولار في السنة. زكاة الركاز؟ زكاة الركاز فقط. انا لا كلمتك عن زكاة مزارع ولا عروض تجارة ولا اموال مجمدة ولا ارصدة ولا بنايات ولا ذهب ولا سلع. زكاة الركاز فقط. احفظها هذه ولا احفظها كل مشاهد ومشاهد. ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني. سبحان الله. فما جاع فقير الا بتخمة غني. نعم. طيب. وسألته الا يعني يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم، يعني أمة أجنبية تيجي تستبيح بيضة أمة الإسلام وتمحوها. فأعطانيها، يعني لن نموت بهذا. لا 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 الأمة قوية. شوف يعني هذا حديث حديث في البخاري ومسلم، يعني لن نموت بفعل كذا وكذا وقوة أو تجمعات أو تكتلات. شوف أبدا. شوف فلسطين دي صورة قوية لهذا الحديث. صحيح. اسرائيل سنة اكثر من 50 عام، اسرائيل من 4 سنوات قتلت سبحان الله من ابنائنا في فلسطين فيما اظن في سنة واحدة ما يقرب من 6000 طفل فلسطيني ولد في نفس العام 20000. الله اكبر. هم اكثر من 50 عاما ولم يستولوا عليه. لا لا لا، هذه مسألة. شوف يعني هذه مسألة الله. ايه مسألة توقيت عندما تؤوب الأمة إلى رشدها. عندما تؤوب الأمة إلى رشدها يصغر الله الكبير الذي أمامك الذي تظنه أنت أنه كبير. كما قلت لك في أول حلقة، لا نريد أن نكون كجن سليمان نظن أن سليمان ما زال على قيد الحياة. لا، جن سليمان ظنوا أن سليمان لسه موجود فضلوا يشتغلوا وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مثلا. فالنظام العالمي الجديد هو سليمان بعد موته، ولكن ليس سليمان الصالح النبي الرسول. نعم. سليمان بعد موته، ونحن لا نريد أن نأخذ الطعم الذي أخذه والتقمه الجن من قبل. أي حضارة غير مرتبطة بالله وبالسماء ومبتوتة الصلة عن الله فثق تماما أنها منهارة قبل أن تبدأ وإن طال الزمن. بارك الله فيك. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. ألا يسلط عليهم أحدا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. أيوة. وسألته ألا يذيق بعض، ألا يلبسهم شيعة ولا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. الله أكبر. يعني ربما يكون ضياع الأمة بالأمة من داخلها، من الداخل. الداخل، الخارج لا، الخارج لا، من الداخل. ولذلك لابد من ترتيب أولويات البيت المسلم، ترتيب أولويات العقل المسلم، ترتيب أولويات جهد الدعاة. لابد أن الدعاة يبقى في اجتماعات كبرى للأمة بما نبدأ. الآن فضيلتكم وضعتم يدكم على الخلل. لابد أن من الداخل. لابد أن ليس من الخارج. لا 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 لا، الخارج هذا له ملك. ما قيمة الخارج؟ الخارج هذا كله الذي يعمل ضد الإسلام تحت عنوان الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيف. مصيبتي داخلي، مناعتي ضعيفة، عندما أتاني الفيروس الصغير قتلني. نفس قضية التتار أيام ضعف كان في دمشق يقول له قف حتى أذهب إلى البيت المعسكر آتي بالسيف لأقتلك، فأقف من رعبه. فالهزيمة داخلية، هزيمة داخلية. لكن في أحد أشيع أن الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام، فقالوا على ما نجاهد؟ كنا نجاهد عشر. فقعدوا، فقال النابهون منهم
لنمت على ما مات عليه رسول الله عليه السلام. فقام معاذ الامل مره اخرى وانتصر، او وقفوا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. تدبروا ايات الله وقفوا عندها واعلموا ان هذا كلام موحى ومحفوظ الى ان يرث الله الارض معاه، وهو دستور الامه، ولما نمشي خلف الدستور ونعود للمنابع باذن الله رب العالمين نهتدي سواسا. بارك الله فيكم. حرارة